يا الله بلشنا اسبر النوم شغلت لي سلام عليكم. هلا اي شباب انتس علي وفيديو جديد قدر يا ربع على زعاطات التيك توك. مثل ما قلت لكم بذاك الفيديو دزوا فيديوهاتكم عن زعاطات التيك توك بالانستغرام. اجتني مجموعه كلش هوايه من مقاطع زعاطات التيك توك. فقبل ما نبلش بهذا الفيديو يا ربع فشل المقطع لايكات خلينا نوصل المقطع هذا 10000 لايك، واللي ما يدوس لايك تطلع له حبايه بقصته. فدوس لايك يا حبيبي حتى ما تطلع لك حبايه، وتهم دوس لايك واشتركوا بالقناه اذا اول مره تشوفون وما مشتركين. قناتي كلش حلوه وجايب لكم فيديوهات اثنين جايات بطريق نار، تمام؟ فدوس لايك واشترك بالقناه وما اطول عليكم بالفيديو، خلينا نبلش. يا الله شنو عندنا هنا بالبدايه؟ هسه قبل لا اسمر طبعا هاي الاثنين وين ما حطيت تطلع لي، طبعا هاي رئيسة الزعاطات بالتيك توك بالعراق، المفروض يعني يصنفوها، يعني متى تطلع على التيك توك يطلع لك تصنيفات، شنو تختار حبيبي؟ زعاطات التيك توك ذول زعاطات، الناس المشاهير اللي محتواهم هابط ذول الهابط، والناس المحتوى حلو هادي ذول، يعني المفروض يصنفوهم، تمام؟ فشوف بعدنا بالبداية، يا الله بلشنا. اصبر النوم شغلت لي. يا روح الشعر الو طبعا والله ما اعرف شنو اصير لك عمو خالو جدو شنو بدي اسوي له؟ زين اوكي هسه انت من قاعد ترقصي اكو فد شيء يعني راح توصلي له بعد برا هذا الرقص ماكو غير التوبه ماكو وين ما تروح له مين ما تفكر له ترقص بالتيك توك شنو اللي محصله؟ هسه لو واحد مثلا شوف هايك حال ذول الفنانات اللي رقصن 24 ساعة ويحصل عندهم فلوس يعني عندهم فلوس دي يطلع لهم الفلوس دي يكملن انت ما عندك اي شيء مجرد انه حاط الموبايل مالتك ومقضي وقتك كله على هاي الاغاني والرقص وما محصله اي شيء لا محصله ربع لا محصله 500 لا كل شيء ماكو فوالله ما اعرف يعني شنو اقول لك بس الله يهديك والله الله يهديك هلا وي علي ترند جديد فكوا دايد عدي ما مركز ما اعرف والله يا ربع ليش داسي هذا المقطع؟ احس في المقطع عادي يعني ما بي مثل ذيك البنيه الاولى اللي فلشتنا زعاطات التيك توك اللي هي رئيسة رابطة زعاطات التيك توك بالعراق. هالبنيه يعني عادي مقطع مالتها تسوي حركات ودويره وشوف دويره وهي بوسط الدويرة يعني أحس إنه مقطع عادي ما بي شيء يعني مجرد حركات نفس الترند حركة شنو هاي الحركة؟ هاي الحركة يسووها للبيبي يعني من النايمة هنا ده تلطم ده تلطم خلاص الفيديو شنو اللي فهمنا من الفيديو هذا السؤال لكم انتم شنو اللي فهمتوا من الفيديو انا اللي شفته مجرد ان واحد دا يرقص مو دا يرقص هو دا يمهد للرقص يريد يشوف من يبلش من يا كلمه من يا اغنيه من يا دبكه من يا من يبلش حاير تمام فسؤال لكم يا الربع بما انتم متابعيني من زمان شنو اللي فهمتوا من هذا الفيديو اكتبوا لي جوا التعليقات شعيني هاي عيون لو بزون لو هذا انت وجهك لو شك ليت زوال بحسن قاعة سوي لك عرس متطورين لا والله العظيم متطورين طبعا يعني من اقول لكم زعاطات تيك توك ديت كاثرون بالعراق حرفيا ديت كاثرون بالعراق والله العظيم يعني حرف شنو اللي اجيب لكم المقاطع طبعا اكو ناس تدز مقاطع يعني ما يلبس عليها ثوب شوي هدوا انا ما اقدر كل شيء انزل لكم ما اقدر كل شيء اطلع فيديوهات باليوتيوب تمام هم اكو فد شيء يعني عيب عندنا تمام فاكو ناس متابعين من غير العراق يعني هاي بلدان ما اريد نقول يدزوني يعني مقاطع مصريه انا يعني محتواي او الفيديو هذا على التيك توك العراقي مال الزعاطيط تيك توك زعاطيط مو والله اجيب مقاطع مصريين هاي دي اسوي يعني قاعد اضحك عليكم يعني بكل اختصار اذا اجيب مقاطع من مصر من تيك توك السوري طبعا التيك توك السوري مليان ملي اذا تريدون اسوي لكم فيديو على التيك توك السوري اكتبوا لي جوا بالتعليقات انه على وسوينا يا ستار هاي شكو هنا اوبا كاتبه
تنلهب النزول ما تنعاد. والله يا عيني يعني ما اعرف شنو انصح، شنو اللي انصح يا الربع؟ يعني هسه ابني احس اكبر من ذن البنات اللي طلعتهن. يعني مبدئيا يعني ليش هاللبس؟ ليش؟ هل انه هذا اللبس يخلي المتابع انه يتابعك؟ يجوز، ويجوز يرد غير شيء يعني من يتابعك، تمام؟ زين ليش؟ والله العظيم اكو هواي بنات ادري اشوفهن انا بالتيك توك وبالانستغرام. قسم بالله يعني المحتوى اللي ينزلنه انت من يمك، من يمك انت تتابع، شنو اللي ينزلن؟ مرات يعني اشوف اكلات وحاطت له قران كريم، لو دعاء كمي، لو دعاء العهد، يعني شغلات كلش حلوه والله العظيم. الناس تشوف يعني بس انه انت تريد تباوع، حاطت له قصيده حسينيه، لو حاطت له قران كريم وقاعد تطبخ. اليوم والله طبخنا الدولمه العراقيه، اليوم السمك المزقوف. شوف شلون شغلات حلوه، اي واحد يقدر يطلع. وهم تجيني بنيه والله انا اريد اطلع. بنات ما طالعات بوجهي، انت تطلعي بوجهك اوكي، اطلع بوجهك وقدمي شيء اللي حلو. اكو هواي بناتي مثلا هاي لفه الشال وهاي سوالف، اكو هواي محتويات بالعالم الا المحتوى الهابط، هذا المحتوى اللي نحط هذا بالصندوق الاسود وخلص نشمره باي مكان، لانه اي واحد يشوفه يقول لك انه انت محتواك مهم، اي واحد يشوفه مو بس انا. فغير محتواكم يعني شنو هاي والله. طبعا بعيدا عن محتوى الزعاطيط طلعت المقاطع دازيه غشاكم يعني. واحد الدهنان الحجي. واحد ها كونفو حجي على الكرسي. ثلاثة يا الله يا هبا يا ها حاط فلينة جون سينو. والله يا حجي انت اللي بايعي لك هذا التايجر. طبعا دول من يشربون الكبار تايجر عباله غير شيء، هذا مغشوش حجي. ف دول الكبار السن مخرفين والله العظيم مخرفين. يعني ترندات الخطوبه ما ناويه تخلص. شوف ضحى ودي هي مخطوبه وهاي بورش ما شاء الله. بورش هاي يمكن مو بورش اي بورش هاي. عمي مشاهيرنا هسه اوكي عرفنا انه اسامة خطب هو وشيرين وراح يتزوجون. زين ليش كلها قوت يعني ضحك على المتابعين؟ مجرد انه بس بداية الفيديو والله لي عود هذا محبس لابسته. شوفه محبس اوه محبس مو مفتاح هنا انا حاطه. هذين اللي ترندات مع الخطوبة. باو عسى لازمها بس عوفها تطير. شباب احذروا هاي الورقة. 50,000 احذروا هاي الورقة. هاي الورقة يسموها ام 50,000. ورقة ادبسج ما بيها خير ما بيها اي بركة. ما عبالك ما صانعيها من الورق، صانعيها من مادة سريعة الطيران. هسه انا قوة لازمها بس اهدها من يدي تطير تتحول الى لا زاجل. شنو صاير ويا 50,000؟ تشتري بطل مي بربع، تروح لابو المحل تطلعها ما عنده غيرها. تصرفها من تصرفها سلم لي، بس تصرفها طارت ما ادري وين. يعني هو شيء اكيد اذا انت متزوج وعندك هاي 50,000 ما تلحق، مجرد انه انت بس تروح معها. هسه انا ما متزوج يا الربع، انسان اعزب ما مرتبط. اذا بدي اروح للمحل خبرون اهلي، جيب لنا هي شغلات، جيب لنا هي شغلات، جيب لنا هي شغلات، جيب لنا هي شغلات. زين هاي باكر اذا تزوجت يمكن بيوم واحد يراد لي ورقتين، تمام؟ طبيها حقك انه 50,000 تصرفها بسرعه. حطيتها بجيبك بالمسافه اللي هي بين جيبك وبين ايدك هاي صارت 25، شلون ما تدري؟ حطيتها بجيبك، رحت للبيت، الجهال قالوا لك نريد الف، انطيتهم الف، تطلعها باقي منها بس الف، بس الف باقي منها، وين راحت ما تدري، شنو انت ايش فهمت؟ تمام يا ربع، مثل ما شفتوا الفيديوهات من يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به، طبعا ما باقي تقريبا بعد 3 ساعات على لعبه العراق في عمان، ما باقي شيء يا ربع، لازم اروح اكمل هذا الفيديو واروح اشوف المكان ابغى اللي بيه اللعبه، لانه ما تروح يا عمان كذب، رحت البصره وخسرنا، اذا اروح لعمان شو يصير لي؟ كنا كل ثلاثة. فمثل ما شفتوا الفيديو يا ربع، اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به، دوس لايك يا ربع، اذا ما دوس لايك راح تطلع لك حباية بخشمك هاي المرة، بداية الفيديو بقصدك، هاي المرة بخشمك، فدوس لايك، يعني والله العظيم السبب الوحيد اللي يخلي الفيديوهات مدى تصعد، انت مدى تخلي لايك، فدوس على لايك، يعني هذا الفيديو ده يوصل 10,000، 10,000 ماكو بيكم 1000 واحد يدوس لايك. دوس لايك ايه دوس على لايك هو ببلاش يعني حتى ما ينتهي اللايك هروب لا تدفع اشتراك دوس بس دوس على الاشتراك ايه دوس الاشتراك ودوس لايك خلاص ما رد منك تمام مثل ما شفتوا الفيديو اخوكم علي اشوفكم فيديو جاي وطوفة الكهرباء ومع السلامه.